بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوثين رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، بيقول لي من خلال التمثيل المجاور قطع الأساس الأقل عددا هي قطع الأساس الأقل عددا هي طيب هو بيقول لي قطع الأساس الأقل عدد. طب أنا ملاحظ حاجة، هتلاقيه أقصر عمود فيهم، يعني الخزانات لو انا واخد بالي الخزانات اصلا جايه بين 100 و200، طالما جايه بين 100 و200 تبقى 150، عدده 150 خادم. طب الكراسي اخرها قصاد ايه؟ او الخط بتاعها قصاد 500، يبقى الكراسي دي 500، لكن دي كان الخط بتاعها في النص بين 100 و200 يبقى 150. طب لو جينا على دي بقى اللي هي السبورات كانت 100، الطاولات الخط بتاعها جاي ما بين 400 و500، بين 400 و500 ب 450، زي هنا بين 200 و100 يبقى 150، يبقى الطاولات دي هتبقى 150 لا 450. هو بيسألني مين اقل عدد؟ الاقل عدد، اقل عدد اللي هو ال 100 دي السبوره اللي هو اختيار رقم دي. طب لو كان قال لي مين اكبر عدد؟ اكبر عدد اللي هو اطول عمود اللي هو الكراسي. بس هي دي الفكره، لو كان قال لي القطع الاساس التي عددها 150 الخزانات، القطع الاساس التي عددها 450 الطاولات كده، يعني ممكن تسال لي اسئله زي كده على الاسئله. بس هو بيسال هنا على الاقل عددا فقط، يعني بيسال على الاقل عددا. هنا بيجيب لي الشكل ده، بيقول لي الجزء الذي يمثل الذين يفضلون التفاح. طيب انا ملاحظ حاجه، الشكل ده لو انا قسمته ده كده البرتقال واخد النص، يعني البرتقال هيبقى 1/2. طيب البرتقال طالما اي حاجة ايوه التفاح كده واخد، يعني البرتقال واخد النص، التفاح واخد الايه؟ الربع. طيب الموز والكيوي الاثنين قد بعض قسموا الربع، ما ده المفروض ده ربع كده، ده ربع، طالما اتقسم نصين يبقى توم وتوم، يعني هو لو سألني على البرتقال يبقى نص، التفاح يبقى ربع، طب لو سألني على الموز يبقى توم، الكيوي توم. طبعا كل ما المقام بيصغر بيكبر كل ما بنصغر، يعني ايه؟ يعني النص اكبر من الربع، النص اكبر من الربع، والربع اكبر من التوم، التوم حته صغيره، مع ان ده 4 وده 8، لا المقام بتاعنا كل ما يكبر، يعني الاربعه بقت 8 تلاقي الكسر صغر. يعني لو واحد جه قال لي رتب دول اقول له النص هو الاكبر من الربع والربع اكبر من التوم، كل ما المقام بيكبر كل ما الكسر بتاعنا بايه؟ بيصغر. المساله دي جايب لي بطاقات الف ولام وسين والام والف ولام، انا ملاحظ ان اللام اكتر، يعني اللام واخده نص البطاقات اهو، هم سته اللام واخده نص البطاقات، وبقيه البطاقات اللي هو الالف والسين والالف واخده النص الباقي، يعني اللام هي واخده النص، احتمال النص، وبقيت بقى الحاجات اللي هو الف وسين والف واخدين النص التاني، فهو بيقول لي احتمال اختيار بطاقه غير كتب عليها حرف غير حرف اللام، اللام واخده النص، يبقى البطاقات اللي معلهاش لام واخده النص برضه، يبقى كده الاحتمال ايه؟ متساوي الامكانيه، لان دول نص ودول نص. طب لو كان قال لي مثلا احتمال او مين الاقل احتمال، يعني هنا بيقول لي مين اكثر احتمال، اكثر احتمال يعتبر اللام برضه، ليه بقى؟ لان اللام ادي 1 2 3 اكتر من الايه؟ من الالف والسين والالف، بس هي ايه؟ مين الاقل احتمال او مين المستحيل لو قال اختيار حرف الباء مثلا، مفيش باء في الموضوع. مؤكد لو كانت اللام بقى واخده كل البطاقات، كل البطاقات لام، كان يبقى مؤكد. فهي دي يعني المساله ببساطه، مساله سهله وجميله برضه على الاحتمالات، يبقى انا اختار متساوي الامكانيات، لان الحروف اللي هي غير حرف اللام عددها نص البطاقات، واللام واخده النص الثاني لان هي 3 من 6، فيبقى كده متساوي الايه؟ بصوا متساوي الامكانيه.